البداية من جريدة الأهرام المصرية، والتي نقلت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية. دعا الرئيس السيسي بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. وإلى موقع القاهرة الإخبارية، واللي نشر خبر أن الأمير هاري وزوجته ميغان دوق ودوقة ساسكس يواجهان خطر التجرد من الألقاب الملكية إذا طبق مشروع قانون يمكن الملك من إزالة الألقاب داخل العائلة المالكة وفقا لتقديره الخاص أو بناء على توصية رسمية من الحكومة. الأخبار دي بتيجي بعد أن طلب الملك تعديل قانون ريجنسي من أجل تنصيب الأميرة آن والأمير إدوارد كمستشارين للدولة. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، واللي سلطت الضوء على منتدى حوار المنامة، حيث أكد وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي استمرار السعودية في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات ومواجهة التحديات ودعم استمرار الحوار وتعزيز الشراكة بين جميع الدول، مؤكدا أن بلاده قدمت العديد من المبادرات في هذا الإطار. وأضاف الخريجي أنه نركز على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتعامل مع التغير المناخي بدون الإخلال بأي شيء آخر. وإلى الشروق التونسية، والتي تناولت إطلاق حملة دافني والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي. المبادرة هي من تنفيذ جمعية أطفال تونس وتهدف لحماية أطفال ولاية الشمال من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير المستلزمات اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً.